هنبدأ مع حضراتكم الألعاب الأخرى من كرة السلة، حيث يواصل منتخب مصر للرجال لكرة السلة استعداداته للمشاركة في المرحلة الأولى من تصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2025 الأفرو باسكت اللي هتستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وده خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير الجاري، وأجريت قرعة التصفيات في نوفمبر الماضي وأسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الرابعة مع كل من كوت ديفوار وإفريقيا الوسطى ومدغشقر، وتعد هذه التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2025. وبيفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة إفريقيا الوسطى، وتكون المباراة يوم الجمعة المقبل إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. ونروح دلوقتي لكرة الطائرة، حيث تقام اليوم الأربعاء مواجهة قوية على الصعيد ثاني جولات دور الثمانية بدوري الرجال الكرة الطائرة، وبتشهد مواجهات هذا الدور أربع لقاءات بين كل من الاتحاد السكندري مع سبورتنج، المباراة انطلقت الساعة 2 الظهر، وبتروجيت مع سموحة الساعة 4، وطلاعة الجيش مع الزمالك الساعة 6، وإيسترن كومباني مع الأهلي، وتكون المباراة الساعة 8. وتقدروا تتابعوا كل المباريات على شاشة اون تايم سبورتس 2. ومن الطائرة نروح لكرة اليد، حيث تقام الأربعاء لقاءات قوية على صعيد ثاني جولات الدورة المجمعة الأولى نهائي دوري عمومي سيدات اليد المحدد ليها أيام 20 و21 و22 فبراير الجاري، وهتكون على صالة نادي الشمس، حيث تشهد ثاني أيام المجمعة اليوم لقاءات بين كل من سموحة مع الزمالك والشمس مع الأهلي، وبتختتم الدورة المجمعة دي الأولى مواجهة الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلي بكرة إن شاء الله يوم الخميس، بينما تقام الدورة المجموعة الثانية في شهر مارس القادم.